الآن يمكنكم المشاركة في مبادرة الأيام الرقمية تحت شعار انطلق بقوة مع جوجل والتي يتناول فيها خبراء جوجل عناوين جديدة أسبوعيا مثل السحابيات مهارات من جوجل أندرويد فلتر ذكاء الآلة فاير بيس ديزاين ثينكينج مقسمة إلى دورات وورشات عمل يومية بالإضافة إلى مسابقات أسبوعية شاهد الأيام الرقمية مباشرة على اليوتيوب وشارك رأيك وأسئلتك مع خبراء جوجل واحصل على شهادة حضور في كل محاضرة تشترك فيها. هذا وأكثر من الأحد إلى الخميس ابتداءً من الساعة التاسعة بتوقيت دبي عبر الرابط المبين youtubecom جي دي جي منة السلام عليكم انا احمد صحيح ان شاء الله هكون معاكم في المحاضره الرابعه من المحاضرات من سلسله المحاضرات بتاعتنا في الثلاث محاضرات اللي فاتوا اتكلمنا عن مقدمه عن الالكترونيات مقدمه عن الكهرباء وكمان عملنا مشروع بايدينا اي هوب ان انتوا تكونوا استفدتوا بالمحاضرات اللي فاتت بلس كمان لو في حد عنده اي اسئله او عنده اي استفسارات يقدر يتواصل معايا من خلال تويتر نجاوب على الاسئله بتاعتكم ان شاء الله المحاضره بتاعت النهارده بعد ما عرفنا الكهرباء هي ايه وشكلها عامل ازاي وايه انواعها وعرفنا الالكترونيات او الالكترونيك كومبوننت وبتشتغل ازاي وبتساعدنا في ايه جه الوقت بقى ان احنا نعرف حاجه من الحاجات اللي احنا معظم الاجهزه بتاعتنا او الديفايسز اللي موجوده عندنا في البيت او في ايدينا بتبقى موجوده فيها سواء سمارت ديفايسز او العربيات هي المايكرو كنترولرز هنعرف مع بعض النهارده الماي... يعني ايه مايكرو كنترولرز وايه استخداماتها وان شاء الله المحاضره اللي جايه هنعرف مع بعض ازاي نبرمج المايكرو كنترولرز وبعد كده ان شاء الله نعرف مع بعض نعمل مشروع بمايكرو كنترولرز ان شاء الله كما تعودنا محاضرتين وبعد كده ان شاء الله بنعمل مشروع طيب فببساطه جدا المايكرو كنترولر ده هو عباره عن كمبيوتر كامل على شريحه صغيره كده زي ما انتم بتشوفوها الشريحه اللي بتبقى جوه الايه الاجهزه الكهربائيه بتاعتكم اللي انتم بتشوفوها جوه الغساله جوه الثلاجه جوه اللمبه حاجات كتير تمام فبيبقى شكله زي ما انتم شايفين صغير كده قد نبه الصباح او اصغر كمان وعليه كمبيوتر كامل طب ليه عليه كمبيوتر كامل لانه جوه منه مايكرو بروسيسور وجوه منه رام وروم وجوه منه الكلوك والانبوت والاوتبوت بتوعه بيحتوي على كل مشتملات الكمبيوتر بتاعك بس في حجم صغنون قوي طبعا مش بيبقى بنفس القوه بتاعه الكمبيوتر بيبقى اضعف بكتير من الكمبيوتر لان الميموري بتاعته والبروسيسور بتوعه بيتعدوا بالكيلو بايت مش بالجيجا هرتز زمان احنا بنشوف. طيب الحاجه للمايكرو كنترولرز او الكمبيوترز اصلا ابتدت منين؟ إيه؟ ابتدت من زمان لما احنا كنا ابتدينا ككمبيوترز لما احنا ابتدينا نحتاج ان احنا نعمل كومبيوتينج نعد او كالكوليشنز نحسب. ابتدينا طرق مختلفه للحسابات اول حاجه او اقدمهم ان احنا نعد على صوابعنا بعد كده ظهر التالي سيستم اللي هو المجموعات او الحزم اللي كنا بنلعبها واحنا صغيرين بعد كده ابتدى بقى ان احنا نصنع تولز مختلفه زي الاباكس والاباكس دي كانت تول بتستخدم في الحسابات والجمع والكلام ده كله يمكن هننزل لكم لينكات كتير تقدروا تجربوا بيها الحاجات القديمه دي وتلعبوا بيها زي ما انتم شايفين وتعرفوا الناس كانت بتحسب ازاي قديما يمكن معظمنا واحنا صغيرين كنا بنتعلم او بنشوف الطريقه اللي بنحسب بيها بنحسب بيها الرياضيات والكلام ده كله كنا بنلعب بالتولز البسيطه دي تمام طيب طب دي كانت الحاجه ان احنا نحسب او نعمل كالكوليشنز ابتدى الموضوع يتطور من الصوابع للتالي سيستم للأباكوس لحاجات اكتر تعقيدا او تولز اكتر تعقيدا أه ف الموضوع يبقى اكبر لما العمليات الحسابيه ابتدت تزيد طب الانسان هيعمل ايه ابتدى يدور على طرق مختلفه ابتدت العصر بتاعت الطفره الميكانيكيه بقى التروس والكلام ده ان احنا نستخدم التروس والجيرز ان احنا نحل المعادلات الحسابيه اللي الانسان ممكن يقعد ساعات يحلها زي الديفرنشال ايكويشن مثلا تمام؟ فانه اخترعوا انجن مهمه الانجن ده او مهمه المشين دي كلها ان هي تحل الديفرنشال ايكويشن مثلا. فده كان كان حد من الجهابز او الناس اللي بتقول ان هو اول حد عمل كمبيوتر كان باباج، ده اول ميكانيكال كمبيوتر اتعمل في التاريخ، كان سنه 1822. بعد كده ابتدينا بقى ايه في الموضوع اتطور شويه ولقينا ان الموضوع نافع وجاب همه والناس ابتدت تتبسط من الطفره اللي حصلت بقى وابتدينا نفكر وابتدينا نعمل منتجات او برودكتس بيزد على الجيرز زي ايه؟ زي الكرتة كورتا دي كانت اول تعتبر من اول الالات الحاسبه المحموله اللي كانت بتت... بتستخدم في العالم ان انت تقدر تضرب بيها الالاف والمئات، يمكن اللينكات برضو محطوطه لكم تقدروا تشوفوا فيها ازاي تستخدموا الكرتة او تلعبوا بيها وتشوفوا الناس كانت بتحسب ازاي قديما. تمام؟ طيب ده كده سريعا نبذه عن الحاجات اللي كانت وقت العصر الميكانيكي، بعدين نبتدي بقى نبص على موضوع اللي ابتدينا يظهر في حياتنا موضوع الفاكيوم تيوبس. فاكيوم تيوبس دي حاجه من الحاجات اللي ظهرت عملت طفره كبيره زيها زي الترانزستور كانت بتحل محل الترانزستورز يمكن اتكلمنا عنها اه اتكلمنا عنها المره اللي فاتت في المحاضرات اللي فاتت وقلنا يعني ايه ترانزستور وكانت وظيفتها ايه فده من الحاجات العظيمه اللي كانت الفاكيوم تيوب اه ابتدى بقى يظهر اول ديجيتال كمبيوتر ابتدى يظهر بقى اللي هو الكمبيوتر اللي احنا كنا بقى بنشوفه في حجمه الصغير اللي احنا بنتفرج عليه ده لا ده الكمبيوتر ده كان بيبقى مالي اوضه زي ما انتم شايفين كده آه ظهر ظهر طبعا يعني كان طبعا حجمه كبير لانه بيستخدموا تكنولوجيز قديمه وحاجات قديمه فده كان اول ديجيتال كمبيوتر كان الديجيتال كمبيوتر بيعتمد على الباينري سيستم اول طبعا كمبيوتر ظهر كان بيعتمد على الباينري سيستم من النظريه بتاعه الترانزستورز فزي ما انتم شايفين كده كان بيعتمد على الزيرو وال1 مجرد زيرو و1 تمام فانه ابتدينا بقى نعمل الحسابات بتاعتنا والحاجات بتاعتنا بيزد على النظريات خلاص بقى عندنا الاجهزه الكهربائيه او الفاكيوم تيوبس او الترانزستورز بقت بتطلع لنا قيم 0 و1 ابتدينا بقى نعمل كمبيوترز الكمبيوترز دي ات كود لايك ميك الايكويشنز بتاعتنا او ان هي تقدر تجمع وتطرح عن طريق ان احنا ابتدينا نكوّن حاجه اسمها اللوجيك جيتس او البوابات الرقميه،, الرقمية. فاللوجيك جيتس ببساطه جدا كانت ان احنا بنبتدي نجمع رقمين مع بعض عن طريق الترانزستورز، فبجيب الترانزستورز وابتدي اجمع او اجمع رقمين باينري مع بعض باستخدام الترانزستورز زي ما انتم شايفين هنا كده دي التوصيله او شكل التوصيله ان انا اعمل هاف اذر يعني ايه هاف اذر ان انا اقدر اجمع رقمين مع بعض باينري مع بعض باستخدام اللوجيك جيتس بتاعتنا ان انا اقدر اعمل كومباينيشن ابتدي اعمل طرح جمع اسمه باستخدام اللوجيك جيتس اعمل كومباينيشن معين منهم تمام فلما نيجي نجمع بقى رقمين نعمل فول ادر ومعانا الكاري بتاعهم بيظهر بقى شكل اللوجيك جيتس عندنا منهم اور واند واكس اند سو اون اكس اور فكل الحاجات دي كلها كانت بتظهر في موديول صغنون جوه الكمبيوتر اللي انتم شفتوه من شويه ده تخيل ان دي الوحده الصغنونه شوف قد ايه حجمها كبير قد ايه وحده صغنونه هي دي اللي كانت بتعمل الجمع بتاع الايه الكمبيوتر فاست فورورد لما الموضوع كبر شويه ابتدينا نعملها بحجم اصغر لما ابتدت تظهر الترانزستورز ابتدينا نعملها بحجم اصغر لما ابتدت تظهر الطفره بتاعت السيليكون اندستري. تخيلوا ان ده هو الفول اذر بتاعنا من حجمه ده لحاجه مثلا قد كفين ايد مع بعض لحاجه قد كف إيدي ابتدى يصغر يصغر لحاجه لما بقينا بي... بنحطه على مايكرو كنترولرز او تشباية باستخدام التكنولوجيز دي. تمام؟ بعد كده ابتدى الموضوع بقى يكبر ونتطور مع الـ مع السيستمز واحده بواحده يمكن الكمبيوترز قديما ما كانتش كبيره او عندها الحجم الكبير من الـ من الـ من الباور زي دلوقتي فده مثلا في البدايه قوي كان زمان دي كانت بتمثل كمبيوتر وحده المعالجه جوه الكمبيوتر الاي ال يو لوجيك يونت اوكي فده كان طبعا شكلها مع الـ مع الـ مع اللوجيك جيتس طيب برضو من الحاجات الظريفه ان احنا ممكن لما لو مسكنا اي مايكرو كنترولر او مايكرو بروسيسور وابتدينا نفكر نشوف شكله عامل ازاي من جوه. مايكرو كنترولر او المايكرو بروسيسور ده شكله عامل ازاي من جوه. هنبص نلاقي ان هو عباره عن ترانزستورز بس الترانزستورز دي حجمها صغير جدا 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 لدرجه ان احنا مش شايفينها. اوكي؟ طيب اللي احنا مش شايفينها أو إحنا ليه مش بنشوفها لأن هي متصنعة بطريقة هنشوفها دلوقتي مع بعض متصنعة بطريقة الهدف من الطريقة دي أو الغرض من الطريقة دي إنه إحنا نصغر حجم الترانزستورز لدرجة كبيرة إن هي تفت في أصغر مساحة مايكرونانو، okay. فابتدي نكبر نكبر ندخل جوه جوه المايكرو كنترولر بتاعنا ده هنلاقي بقى ان هو بيتقسم من جوه الاجزاء اللي احنا شفناها في الدياجرام بتاعنا زي البروسيسور زي الأرثماتيك لوجيك يونت زي الرام زي الروم نبتدي نزوم على كل واحده فيهم لو ابتدينا نكبر كل واحده فيهم هنبتدي نشوف بقى ايه واللي دي عبارة عن ملايين الترانزستورز متوصلة مع بعضيها بطريقة معينة بتخليني بتخلينا نعمل الحسابات بتاعتنا او الكنترولينج control بتاعنا سوري uh, الكالكوليشنز اللي احنا عايزينها ففي الاخير اهو لحد ما وصلنا اكيرسي 16 60 مايكرونز هنبص نلاقي ان دي كلها عباره عن ترانزستورز اهو دي ترانزستورز ترانزستورز ترانزستور كل دي ترانزستورز متجمعه مع بعضيها بتعمل في النهايه الفانكشن اللي احنا عايزينها which is اللي ممكن تبقى الجمع الطرح القسمه الكلام ده كله ميموري تعمل تخزين بتخزن الداتا ده شكل البروسيسورز من جوه او المايكرو كنترولرز من جوه تخيلوا ان شكلها كده مش حاجه معقده ولا حاجه هي مجرد تول طب الحاجات دي بتتصنع ازاي الرحله بتاعه تصنيعها الرحله بتاعه تصنيعها ببساطه جدا بتبتدي من السيليكون اللي هو حاجه زي بنجيبها الماده الخام بنبتدي نعملها بقى العمليات بتاعتها عشان نطلع منها السيليكون نفسه بيطلع زي ما انتم شايفينه كده بتقطع ل... لويفرز الويفرز دي بنبتدي بقى ان احنا نطليها بمواد معينه ونعمل عمليه عليها عمليات معينه بحيث ان احنا نبتدي ننقل ليها الرسمه بتاعه الترانزستورز اللي احنا عايزينها، زي ما انتم شايفين وبنصلى بنسلط ضوء وبعد ما بنسلط ضوء باستخدام عدسات، العدسه دي بتصغر الترانزستورز لدرجه صغيره جدا لدرجه دقيقه جدا، بعد كده بنعمل لها انسبكشن، بعد كده بنحطها في حمض، الحمض بياكل الحاجات اللي تعرضت للضوء ويسيب الحاجات اللي ما تعرضتش للضوء بيزد على على الشبلون اللي احنا كنا عاملينها. بعدين بتبتدي تبني بقى النظريه بتاعه الترانزستورز فوق ترانزستور فوق ترانزستور خلاص الحمض لما اتحط ابتدى ياكل اكل الجزء اللي من السيليكون ساب شويه هنحط طبقه نحاس ان عمليه متكامله من العمليات الكيميائيه والعمليات التصنيع في النهايه هينتج عن عندنا ايه عندنا الشكل بتاع الترانزستورز او اللوجيك كنترولرز او اللوجيك جيتس والكلام ده كله ورا بعضه و بحجم صغنن جدا نقدر نحط ملايين الترانزستورز اللي انتم شايفينها دي على ويفر ونطلع منها المايكرو كنترولر او المايكرو بروسيسورز بتاعتنا اوكي okay. فاست فورورد يعني خلينا اوريكم تدي بقى ده كده ابتدينا نكبر خلاص ابتدينا نعمل ملايين الترانزستورز مع بعض جنب بعض في الاخير ده هيبقى حته صغننه شايفين صغيره قد ايه على الويفر تخيلوا ان ده بقى مايكرو كنترولر جوه منه جيجا بايتس وميجا بايتس باستخدام الترانزستورز بناخده نحطه على حاجه عشان يبقى ليها رجول وانترفيس تعرف تركبها في الكمبيوتر بتاعك مثلا زي البروسيسورز بتاعت انتل ونعمل لها انسبكشن وتستنج وبتطلع معانا فببساطه جدا باك بقى تو ذا بوينت عرفنا ازاي الحاجات دي بتتعمل وعرفنا ايه النظريه من وراها وايه اللي بتبني جواها هنلاقي ان المايكرو كنترولر هو عباره عن سي بي يو بروسيسور سنتر بروسيسنج يونت زي السي بي يو اللي في الكمبيوتر بتاعك معاه ميموري مش لازم تبقى كبيره ده 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 المواصفات اللي بتبقى موجوده فيه معاه جوه السي بي يو ده بيحصل فيه حاجات كتير بقى اللي هي الريجسترز والاي ال يو والحاجات دي كلها موجوده جوه منه انكودنج وديكودنج كل حاجه موجوده منه جوه منه والبريفيرلز البريفيرلز دي هي ده الجزء المهم بالنسبه لنا صراحه ويتش اللي هو الانبوت والاوتبوت يمكن معدناش التكنولوجيا وصلت لمرحله ان احنا ما بقيناش بنتعامل كتير مع السكشن ده احنا بقينا بقين بنتعامل مع السكشن ده وبنبتدي نشتغل على الانبوت والأوتبوت ده كده المايكرو كنترولر مقارنة بالمايكرو بروسيسور ده المايكرو بروسيسورز اللي بنشوفه في الكمبيوترز المايكرو كنترولرز بيزيد عليه بيزيد عليه الحاجة اللي هي الرجول أو البنز بتاعته اللي هي الانبوت والاوتبوت بتاعتنا اللي احنا بنبتدي بقى نتحكم فيها مثلا لتس سي عايزين نطفي حاجة نشغل حاجة بنعمل بيها البروسيس بتاعتنا لما نيجي نقارن المايكرو كنترولر بالمايكرو بروسيسور هنلاقي ان الابلكيشنز بتاعه المايكرو كنترولرز غير المايكرو بروسيسورز فالمايكرو بروسيسورز بنستخدمه جوه البيرسونال كمبيوترز بنستخدمه جوه الموبايلز بنستخدمه جوه الفيديو جيمز بس المايكرو كنترولر احنا بنستخدمه جوه الوشنج ماشين مثلا جوه الالارمز بنستخدمه جوه السمارت لايتس بتاعتك بنستخدمه جوه مثلا التلاجة او الغسالة بنستخدمه جوه المايكرويف مهمته ان هو يكنترول حاجة يكنترول اكتر من ان هو يعمل كالكوليشن طيب بيتكون من ايه هو ما فيهوش غي... المايكرو بروسيسور فيه سي بي يو بس ما فيهوش اي حاجه اما المايكرو كنترولر بتاعنا بيبقى فيه السي بي يو والميموري والاي او الان اوت اللي احنا شفناها اللي هي موجوده دي نقدر نتحكم في حاجات اون واوف على حسب الطبيعه بتاعتها طبعا السبيد بتاعه المايكرو كنترولر بتبقى قليله جدا لدرجه ان هي بتبقى يعني ما بين 1 ميجا هيرتز و 300 ميجا هيرتز حاجه حاجه صغيره بس للوظيفه بتاعته بيقوم بالوظيفه بتاعته، اما بالنسبه للكمبيوترز او البروسيسورز، المايكرو بروسيسورز بتاعنا اللي بيبقى جوه الكمبيوتر بيبقى كبير طبعا 1 جيجا هرتز لحد 4 جيجا هرتز وفي حاجات اكبر من كده دلوقتي. الرامات بتاعة الكمبيوتر بتوصل لحد 32 جيجا, هير... جيجا بايت، بس في المايكرو كنترولر احنا ليميتد شويه، عندنا الرامات بتبقى من 2 كيلو لحد 256 كيلو، يعني ما حصلتش اي حاجه. اوكي؟ okay. طيب برضه بيبقى عندنا فيه حاجات تانية مهمة ودي من الحاجات اللي ممكن نتعرض لها شوية البريفيرلز اللي هي الايه الـ اي تو سي والـ بي اي واليو ار دي بروتوكولز من بروتوكولز الكميونيكيشن يعني اقدر اوصل مايكرو كنترولر بمايكرو كنترولر تاني واخليهم يكلموا بعض ببروتوكولز مختلفة زي الـ بي اي او اي تو سي او اوصلهم لسنسورز واخلي السنسورز تكلمهم او ياخدوا الداتا من السنسورز اوكي okay. آه الكوست بتاعت البروسيسور عاليه اما الكوست بتاعه المايكرو كنترولر بسيطه فانا لو هصنع سمارت لايت مش هروح اجيب له بروسيسورز بروسيسور ب 100 دولار مثلا او 200 دولار لا اروح اجيب له حاجه ب 10 سنت ب 20 سنت اقدر اتحكم فيها تمام الباور كونسامشن بتاع البروسيسور لما يجي يستهلك كهرباء لو انا احطه في حاجه هتتحط على بطاريه البروسيسور هياخد بطاريه كبيره جدا كتير جدا مني اما المايكرو كنترولر لا ممكن يقعد سنين في مايكرو كنترولرز عندنا بتقعد سنين على بطاريه سنتين ثلاثه على بطاريات طيب المايكرو كنترولر بيشتغل ازاي احنا قلنا ان المايكرو كنترولر جوه منه رام وجوه منه روم والميموري والارثماتيك لوجيك يونت بيشتغل ببساطه جدا ان هو احنا بندي له انستراكشن سيت الانستراكشن سيت بتاعتنا دي بياخدها ويتحرك بيها في الكنترول باس بعد كده يبتدي يعمل العمليات الحسابية كل عملية حسابية هيبقى ليها كود ده الموضوع ابتدى من البداية ان هم كانوا بيعملوا بروجرامينج بلغة الاسمبلي فلغة الاسمبلي عملوا ايه عملوا زي انستراكشن ست لما احب اعمل اد حط إكس 1xxx في الكود بتاعك هيعمل اد عايز تعمل سبستراكت هتطرح اعمل 2 xx ده معروف جوه الارثماتيك لوجيك يونت لما هيروح الكود ده ليها تمام اللي هو الاثنين او الواحد هيروح لها اول ما هتحس بيه لقيته جاي طبعا في لينك هنحطه لكم اكيد من اللينكات اللي موجوده يخليكم تتعرفوا ازاي الكمبيوترز او المايكرو كنترولرز قديما كانت بتشتغل تمام فهيبتدي يعمل العمليات الحسابيه طبعا في انستراكشن سيت كتيره بتحصل فهنا كل الموضوع ببساطه ان انا عايز اجمع فده شكل الكود بتاعنا دي بدايه الكود يبتدي بعد كده ال ال الانستراكشن سيت بتاعتنا بتقول له روح خد الديتا من المكان الفلاني او حط الديتا من المكان الفلاني والريجسترز والكلام ده كله بيبتدي ياخد الديتا بتاعتنا واحنا اللي بنبرمج بعد كده Arithmetic لوجيك يونت بتبتدي تحدد اه بيروح لها الكود لما بيروح لها الكود بتقول هي دي عمليه جمع ولا عمليه طرح بناء على ايه؟ بناء على الستاندرد اللي كانت اتحطت للغه زي الاسمبلي مثلا اوكي؟ okay. طيب انا كديفلوبر كراجل ديفلوبر دلوقتي وانترستد ان انا اتعلم الحاجات دي او اعمل الحاجات دي راجل بتاع كمبيوتر ساينس وعندي سكيلز لطيفه بس ما اتعاملتش مع مايكرو كنترولرز قبل كده انا حابب يا احمد اتعامل مع مايكرو كنترولرز حابب اتعامل انا مثلا راجل اندرويد ديفلوبر وحابب اتعامل مع المايكرو كنترولرز واعمل حاجات او اعمل برودكتس باستخدام المايكرو كنترولرز دي عرفناها وكلنا بنتعامل مع المايكرو بروسيسورز فالموضوع يعني خليني اقول لك هو مايل اكتر لانت حابب ايه دايما بنتعامل مع المايكرو كنترولرز دلوقتي بقى في لغه بايثون يعني دلوقتي بقى من الحاجات اللي فيها سبورت كبير جدا جي اس برضو من الحاجات اللي بقى ابتدت تسبورت ريسنتلي المايكرو كنترولرز وبقى في فريم بتشتغل على المايكرو كنترولرز اوفر الجي اس فانت لو عندك سكيل من السكيلز دول في مايكرو بايثون دلوقتي وحاجه بتشتغل على المايكرو كنترولر آه دي تقدروا تعملوا سيرش عليها مايكرو بايثون آه او مثلا في حاجه من الحاجات الظريفه جدا اسمه آه مونجوز او اس ده بيشتغل اوفر جافا سكريبت فده برضو حاجه من الحاجات اللطيفه ايفن لو معاك جافا لو معاك سي بلس بلس سي شارب ايا كان تقدر تشتغل مع المايكرو كنترولر وده الجزء بتاع الهاردوير الثينج اللي هنشتغل عليه تيجي تقول لي انا عايز اشتغل مع مايكرو كنترولرز بس مش عايز اتعامل معه مش عايز كهرباء هندسه ومش عايز اتعرض للحاجات دي كلها قولك والله انت ممكن تشتغل معاهم في حاجات جاهزه موجوده في السوق وانت ممكن كديفيلوبر تطور السكيلز بتاعتك ان انت تبتدي تبني منتج المنتج ده بيكلم مثلا جوجل هوم او جوجل اسيستنت بتاعه جوجل اللي موجوده في البيت ممكن يكون المنتج بتاعك بيكلم مثلا السمارت لايتس بتاع فيليبس السمارت لايتس بتاع وليكن مثلا سامسونج فانت ممكن تبني حاجه انترفيس مع الحاجات دي كلها من الباك اند او تعمل موبايل أبليكيشن ظريف لطيف تعمل فيه الحاجات دي كلها فانت كديفلوبر هيكون عندك سكيل سيت بيزد على الاكسبيرينس بتاعتك عشان تبتدي مع المايكرو كنترولرز انا مؤمن ان انت اتليست هيبقى عندك سكيل سيت او لغه برمجه من اللغات دي كلها وعندنا المايكرو كنترولر تقدر تبرمجها او تقدر تتعامل معاها باتليست واحده من دول تبعت لي تقول لي انا مثلا عايز اشتغل بجي اس هبعت لك اقول لك الهاردوير اللي هتشتغل بيه وهتساعدك ازاي ميلي معظم الناس فاهمه ان السي بلس بلس هي اكتر حاجه مستخدمه في الهاردوير بس في الواقع احنا عندنا حاجات مختلفه تانية في الهاردوير نقدر نستخدمها طيب فالسي بلس بلس هي اه اساسيه وكل حاجه او السي او السي شارب اساسيه مع الهاردوير ما عندناش اعتراض في كل ده وما عنديش اي مشكله بس زي ما قلت لكم تقدروا تستخدموا واحده من السكيل سيتس اللي عندكم جو جي اس حاجات كتير نقدر نعمل نستخدم اوريدي اكزيستد فريم ورك لو انت واحد انترستد بحاجه من الحاجات دول نقدر نكفرها في وقت من الاوقات او نغطيها في حلقه من الحلقات. طيب بعد كده بعد ما خلاص عرفنا بقى ان انت ايه خلاص احنا عرفنا ايه هو المايكرو كنترولر والرحله بتاعته بتصنع ازاي ومكوناته والكلام اللطيف ده كله يمكن جاست ان يعني بس حابب اوضح ان دي مجرد معلومات عامه مش دق مش ان يعني المعلومات الإنديبث انا احط لكم مصادر تروحوا تدرسوا اكتر للناس الانترستد تدرس اكتر المعلومات دي احنا بنعرفها ليه عشان نكمل الرحله بتاعتنا عشان نوصل للمرحله اللي جايه تمام الهدف منها ان <gezúcime> انت ما تبقاش اجي في مره اقول مايكرو كنترولر ولا ايك ان انت ما انتش عارف مايكرو كنترولر اجي اقول ليت ساي مثلا لوجيك uh, جيتس بس ما لاقيكش عارف لوجيك جيتس او اقول ترانزستور وما تطلعش عارف الترانزستور فالهدف ان احنا في الرحله بتاعتنا تبقى عارف الحاجات دي كلها طيب المايكرو كنترولرز او المايكرو كنترولرز هي الجزء الصغنون جدا جدا اللي على الديفلوبمنت بورد اللي انتم شايفينها دي تمام طيب ده ده برضو مايكرو كنترولر ده مايكرو كنترولر من اشهر الحاجات اللي بنشوفها هو الاردوينو الاونو آه المايكرو كنترولر هو تحت البليت النحاس دي ده مايكرو كنترولر كل الحاجات دي كلها ده الانترفيس بين الكنترولر واليو اس بي تمام طيب بنختار الديفلوبمنت بورد احنا مع بعض هنشتغل على الاردوينو ان شاء الله خلال الحلقات الجايه وممكن نشتغل شويه على الاي اس بي دي اشهر الكنترولرز اللي موجوده وممكن نعمل حاجات مع الراسبري باي فهنغطي بعض الأجزاء المختلفة إن شاء الله خلال الفترات اللي جاية. طيب، زي ما قلنا الأردوينو أهو ده مايكرو كنترولر صغنون جدا زي ما أنتم شايفين كده نقدر إن احنا نوصل عليه حاجات، نقدر نتحكم في حاجات من خلال البنات بتاعته، في حاجات ديجيتال، في حاجات أنالوج، حاجات الأنالوج اللي هي فيها قيم متغيرة، تمام؟ أه الحاجات الديجيتال اللي هي اون واوف بس فنقدر بقى نتحكم في حاجات نقيدها نطفيها الكلام ده كله سهل ان احنا نعمله فاحنا هنعتمد الاردوينو وممكن شويه نستخدم الاي اس بي والراسبري باي بس مينلي هنفوكس على الاردوينو. بعد ما بنختار البورده بتاعتنا تمام بعد ما بنختار البورده بنقرر بقى انا حابب اشتغل بايه؟ ايه الفريم ورك اللي انا هشتغل عليه؟ عادة احنا هنشتغل مع بعض ممكن نشتغل بالاردوينو تمام او البلاتفورم ديفلوبمنت بلاتفورم بتاعتنا هي الاردوينو آه ما اظنش ان احنا مثلا يعني هنشتغل بالدوت نت او هنشتغل بالاسبلوينو والحاجات دي كلها لان احنا في البدايه فعايزين حاجه سهله وبسيطه وسريعه جدا نقدر نستخدمها خلال المحاضرات اللي جايه طيب بعد ما اخترنا البلاتفورم وقلنا ان احنا خلاص هنشتغل على الاردوينو بنشتغل على الاي دي اي هتيجي تقول لي هندسه انا بشتغل بفيجوال ستوديو او بشتغل بايكليبس واتعودت عليهم ومش عايز اغير فهتقول هقول لك انه مفيش اي مشكله في بلجنز البلجنز دي او آه يعني آه تقدر تعمل انترفيس مع الـ الـ مع الـ مع الاي دي مع اي بتاعك اللي انت بتستخدمه سواء اكليبس او نت بينز او فيجوال ستوديو بتنستول البلجن بتاعتنا بتاعت الاردوينو او اللايبراري بتاعة الاردوينو بتقدر تبرمج جوه البلاتفورم اللي انت عايزها اوكي okay. طيب خلاص بس احنا برضو زي ما قلت هنشتغل بالاردوينو اي دي اي ممكن يعني نتجنب بقى ان احنا نشتغل باكسترنال اي دي ايز هنشتغل باردوينو اي دي اي وممكن شويه فيجوال ستوديو يعني انا بشتغل بفيجوال ستوديو مينلي بس اردوينو اي دي هو اسالهم واسرعهم طيب وبكده يبقى أيوة احنا غطينا الجزء بتاع المايكرو كنترولرز كامله ان شاء الله الحلقه اللي جايه هنبتدي ندخل في الجزء المهم جدا من الحلقه بتاع من, ال... من سلسله الحلقات وهو ازاي نبرمج المايكرو كنترولرز بتاعتنا تمام طيب نبرمج المايكرو كنترولرز بتاعتنا هنعرف ان احنا عندنا اكتر من طريقه ان احنا نبرمج بيها الاردوينو بتاعنا يا اما نستخدم البرمجه عن طريق الرسومات بنسميها جرافيكال بروجرامينج وهو ان احنا بنشد رموز او بلوكات ونبني بيها تمام؟ او نستخدم البروجرامينج العاديه بتاعتنا بقى اللي هو الكودينج العادي ان احنا نكتب تكست اللي هو مثلا اف كذا لايك like, دو كذا وايل كذا فبنبتدي بقى هنعرف الحاجات دي كلها. هنعدي على البيزكس بتاعتهم ونقارن ما بين الجرافيكال بروجرامينج ونقارن ما بين البروجرامينج العادي التقليدي بتاعنا ثرو الكودنج فده هنعمله مع بعض ان شاء الله خلال الحلقات اللي جايه. طيب دلوقتي انا هبتدي احط يعني انا هسمع اسئلتكم لو في اي اسئله هحط لكم اللينك بتاع المحاضره في الشات عشان خاطر الناس تقدر تكليك على الصور يعني لو جيت مثلا على اي حاجه من الحاجات دي كلها تقدر تكليك على الصور تمام وتوصل لللينكات او الحاجات اللي انا كنت بشرحها فهنا مثلا انا كنت بوريكم الاباكوس التول بتاعه الاباكوس هتلاقوا اللينك هنا اول ما هتدوس عليه هيفتح معاكم اللينك تمام فانا حاليا دلوقتي هشير معاكم السلايد واحط لكم اللينك بتاعها في الشات بحيث بحيث ان انتوا تقدروا تستفيدوا من اللينكات وتلعبوا مع الحاجات دي كلها وتجربوها بايك بقى للاسئله بتاعتكم أوكي. طيب أه حد بيقول لي رد على الرسائل في تويتر حاضر والله يعني انا لو ما شفتش الرسائل هرجع اتشيك عليها وارد عليها حاضر النهارده لو في حاجه انا ما ردتش عليها أه جاد ازيك يا جاد وحشنا أه تمام اي اسئله شكرا ليكم جدا شكرا واتمنى ان انتم يعني زي ما انتم مبسوطين من الحلقه ان هي تكون فادتكم كتير تمام انا مش شايف ان في اسئله الروابط كلها انا حطيت لكم البرزنتيشن للناس اللي بتسال على الروابط وشكرا للناس اللي بتشكر على الحلقه دي الحلقه رقم ااا اه الرابعة في السلسله بتاعتنا للي بيسال اه اوكي طيب وبكده نكون خلصنا بما ان مفيش اسئله شكرا جزيلا لكم وان شاء الله نشوفكم على خير الحلقه اللي جايه